السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. تعال بقى نتعلم في الفيديو ده إزاي نرفع الموقع بتاعنا اللي إحنا عملناه ده. فقال لي والله في تبع النكست جي إس في حاجة اسمها فيرسال، اللي هي شركة يعني اللي قامت بالناس اللي عملوا نفس الرياكت، هما برضو عملوا فكرة المشروع بتاع الفيرسال ده، مجرد موقع من الآخر كده عشان تعمل ديفولوب للأبلكيشن بتاعك اللي هو النكست. فانا هقول له اول حاجه ان انت هتعمل اكونت على هذا الموقع، فهقول له اول حاجه لوجن مثلا، لو انت مش عندك هتعمل ساين اب، فانا هكونكت بالجيت هاب عندي، هكونكت بالجيت هاب، هتعمل كونكت جوز جيت هاب، هيقول لك اعمل فيريفيكيشن ولا مش عارف اليوزر نيم والايميل بتوع الجيت هاب بتاعك. فانا خلونا انا كده كده فاتحه، فخلونا نستخدم انا معايا فاتح اهو، تاني واحد تاني اهو، هنا عامل لوجن فعلا بالجيت هاب، هخش على الفيرسال ده، عندي كذا اكونت يعني، فهقول له هنا بعد اذنك يا باشا، خش يا باشا على الساين اب ده كده اهو، فهستخدم الكونتينيو ويز جيت هاب، اوتوماتيك هيقول لك اعمل فيريفيكيشن، انا كده كده خلاص عملت فيريفيكيشن خلاص، فهيخش لك على طول على الجيت هاب بالشكل ده. طب انا اصلا ما رفعتش المشروع على الجيت هاب، خلاص تعالوا نرفع المشروع على الجيت هاب، هعمل ريبوزيتوري اسمها مثلا نيكست اندرسكور وليكن تيست مثلا اي حاجه، وهقول له كرييت، وارفع الشغل بتاعي كله على هذه الريبوزيتوري، فياخد اليو ار ال ده باستخدام الدنيا بتاعتنا، اقول له والله افتح لي الابلكيشن، شكرا يا باشا، اقول له اول حاجه جيت انيت، وبعد كده جيت اد ضيف لي كل حاجه، وبعد كده اربط لي الدنيا ب اليو ار ال بتاعنا اللي هو اللي انا جايبه ده، بعد كده اعمل لي رساله الكوميت، كل ده جيت عادي، اد بروجكت مثلا، واقول له بعد كده جيت بوش اوريجين ماستر، ضيف لي كل حاجه يا باشا على ال جيت بوش اوريجين ايرور فيلد تو بوش فيلد سام جيت هاب نيكست جيت، انا عملت جيت اد وجيت كوميت، ناقص بس ان انا اعمل بول. طيب هو رخم مش عارف ليه، فمش مهم يعني، انا عملت نفس الاوامر اللي قالها، وغالبا ما بقاش فيه ماستر وعايز كل حاجه تبقى زي المين كده، فخلاص قلت له كتبت الامر ده جيت برانش داش ام المين، وبعد كده قلت له جيت بوش داش يو اوريجين مين، كتبت الامرين دول كده اهو، جيت برانش داش ام مين، وبعد كده جيت بوش داش يو اوريجين مين، رفع لك الدنيا بتاعتك على الباشا ده اهو، ده يرفع لك كل حاجة. أنا عايز بقى إن أنا أربط الدنيا ببعض، هقول له هنا والله اعمل لي امبورت للبرانش اللي أنت عملته أو المشروع اللي أنت عملته، فأنا عملت حاجة اسمها نيكست، اسمها إيه يا ربي، نيكست سلاش اب بالشكل ده، أنا ربطت بالجيت هاب صح، المفروض إن أنا رابط بالجيت هاب، في هجرب كده تاني أقول له لو مش عندك في الاول عمل لك اوتوماتيك على طول، بتقول له اد جيت هاب اكونت، ممكن عشان كده ممكن تقول له اد جيت هاب اكونت وتختار الاكونت بتاعك، اوتوماتيك هيسطب لك الدنيا. انا عايز بقى النكست اب ده، فهقول له امبورت بمنتهى البساطه، وهقول له ديبلوي يا باشا بنفس الاسم مش مشكله، يعمل لي ديبلوي، هيقعد شويه وقت يعمل لك ديبلوي، بعد ما يخلص هقول لكم الدنيا تمام، هو شغال اهو عشان بس وقت الفيديو، خلونا بعد ما يخلص ارجع تاني، هيجي يقول لك بالشكل ده كونجراتوليشن الدنيا تمام، خش يا باشا على الداشبورد، ومن الداشبورد هيقول لك اعمل لي فيزيت للابلكيشن بتاعك اللي اسمه اللي احنا لسه رافعينه ده، هقول له فيزيت باختصار، هتلاقي الدنيا بتاعتنا اشتغلت بفضل الله، هخش على البوستس جاب لي الداتا، خش على اي بوست الدنيا كلها شغاله سكينه في الحلاوه. وبس كده، ده كده بفضل الله الدنيا بتاعتنا في النكست، كده وصلنا بفضل الله لاخر فيديو، يقدر اعتبر النكست الليسته بتاعتنا دي بدايه بسيطه، مش تفاصيل جامده قوي، لكن هي بدايه بسيطه تاهلك ان انت تقدر بقى تخش على الدوكس نفسها وتستزيد من المعلومات، وبمنتهى البساطه حطيتك على بدايه الطريق، فهمتك الدنيا كلها ماشيه ازاي وفكره النكست وايه كل الفيتشرز بفضل الله اللي فيها. يا رب الليسته دي تكون بسيطه وفهمتكم ولو جزء بسيط، ان شاء الله لسه قدامنا مشاريع هنعملها، ربنا يكتب لنا الخير ونقدر نعمل كل حاجه باذن الله، واطلع ان شاء الله كل جهدي في القناه بامر الله. شكرا جدا ليكم، ويا رب يا رب ما ننساش دايما ندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا
ويثبتنا عند السؤال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.